قيل للشارع. كان موقف معرض جدا منيح انه هن بقول لك احنا مش بحاجه لهذا الشارع اللي لسه مخطط، وحتى احنا يعني بنكتفي بالشارع الموجود حاليا الزفتي اللي مزفت واللي كمل طبعا باتجاه يوفالين. وكان هناك عده اقتراحات، واحنا طلب مننا عن طريق برضه حكى معها ايهاب الفاروم، طلب مننا انه نحضر خرائط جديده بدائل عن هذا الشارع او بديل. يعني المرة الجاية في جلسة القادمة إن شاء الله يكون عندنا بديل، أو إنه نطرح للشارع الشارع اللي لسه مزفت ويكون الشارع النهائي، أو إنه إذا إحنا نقدر نشوف إيهاب الفهوم يعملنا بديل، تخطيط بديل إنه يكون الشارع بس من أراضي الدولة، وطبعا مش من أراضي الزراعية أو الأراضي الخاصة بالسكنين. هذا موضوع في هناك عندك هيئات، في عندك اجسام، ممكن توجه لها دعوات بس هي بدل يختار ايش لجنه شعبيه جابت قرار فيها اللجنه الشعبيه. انا مش خلاص ناوي اخواني يا وفاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اخوان، احنا شفنا انه من واجبنا اولا مهرجان البيع والوفاء من زمان بطل مؤتمر الحركه الاسلاميه وان دعت اليه، انما صار له بعد جماهيري عام. هاي لاول مره بده يعقد في سخنين مهرجان والكل معتزين انه سخنين لا مسعود ولا خير الله ولا الشيخ فلان ولا الشيخ علدان، بالتالي سخنين هي اللي عازمه. فاحنا بندعوكم جميعا يا حبايبنا يا اهلنا تكونوا على راس المستقبلين، لانه بالتالي جاي المتوقع انه على اعتبار في اجواء بين الحركات الاسلاميه والشيخ رايد ايضا بده يكون في المهرجان، والجميع بده يكون متوقع يكون بالفعل عشرات الالاف. اللي بدنا همتكم مع بعضنا كلياتنا نستقبل الناس، نستقبلوا الشعوب وبارك الله فيكم يعطيكم الف بلدية سخنين، مسقاف، مسرات تحبراء والمعدام مزيد في النصر. واليوم لحد اليوم هذا الشارع مش مصادق عليه بشكل نهائي. في بعض الأقسام من هذا الشارع المصادق عليها اللي هي شرقي سخنين بالمنطقة اللي فاتت جديد وين معمر مجدي، هذا القطع 24 متر هذا مصادق عليه وفي له شور ستاتوري، وفي بعض المقاطع اللي بعدها مش مصادق عليها ولكن في عليها موافقه من كل الجورنيم اللي بتعاملوا بهذا الشارع من بلديه سخنين لمسقاف لمسرات تحبورة لبعدها محزيد في النصر. بس اخر من يعلم اصحاب الاراضي بيعنا وما بيعلموش. معلش انا ابو مجدي اذا في علم ولا بيعلموش، بس هذا الشارع من 97 متشغل عليه. الشارع هذا مش شارع، هذا الشارع مش جديد. الشارع الثاني هذا الشارع من يعلم اصحاب الاراضي ولا يعترف، هذا الشارع قسم منه بيجي في تحوم شقوق مسقاف، وقسم منه في تحوم شقوق رياض سخنين، في قسم منه في منطقه نفوذ المجلس الاقليمي مسقاف، وقسم منه في منطقه نفوذ بلديه سخنين. نحكي احنا على الشارع الشمالي في هذا حبيك، يعني حاضن سخنين ما يسمى حاضن سخنين اللي بيجي عن زي بشكل دائره حوالين سخنين. ايش هدفه الرئيسي بس ما عندوش هدف معلومات كامله. حتى اليوم حتى لو بده يصادق عليه بده يفوت ضمن، حتى لو بده يصادق عليه بده يفوت ضمن خرائط مفصله وتغيير ماهيه الارض من زراعيه لعمار بقلب وين هذا بيجي الحوبيك او الحاضن، بده يكون كيف صار في شارع سخنين اللي هو حوض حلوكان لواس كمان، بده ياخذوا نسبه معايد ممكن 28 يكون 30 لانه هاي النسبه بتتغير مش دائما ثابته، والباقي اللي بضل باخذ اللي له ارض غاب والحبيك بمرق من ارضه بده ياخذ مجراش كامل او قطعه ارض كامله حسب النسبه اللي بتضل. في سخنين نتعامل مع الشرطه بحزم انه هاي المواضيع بدا معالجه من جذورها، بلاش ان يضلوا قاعدين في مكاتبهم واحنا هون ثقه على الكوارث علينا. يمكن ربنا سبحانه وتعالى صحيح ما حدا تحرك من اهالي سخنين، بس يمكن كانت النتيجه اسلم من انه لو كان مشاكسه مع هذول الافراد كان ممكن نقع بجرائم اكثر. اذا النقطه اللي بدي اقولها انه احنا لازم نقعد مع شرطه مسقاف اللي حافظوا على امن المواطن بشكل او باخر، وممنوع ان ينتظروا تفسير مشكله وكارثه. بالنسبه للجنه اللي ممكن تكون مقام شرطة أو الشرطة في إسرائيل، أنا بتأمل إنه هذا الموضوع له أبعاد مختلفة، بتأمل إنه يدرس
بعمق حتى نتفادى الاضرار اللي ممكن تنجم عنها. ملاحظه اخرى بالنسبه للجنه الشعبيه، اللجنه الشعبيه انا بشوف انه جسم متغير دائما، فيش ثبوت. بحكيش بالهواء، قررنا انه تيجي خرائط لهون، ما جاتش خرائط وبديش احكي. اسمعني يا ابو مجد، انا بدخل عليك على شان مش كل مره نفس الآية، نفس المسلسل التركي هذا. انا بدخل عليك، اي انسان مهني بدك اياه في بلديه سخنين بدي ادعيه في الاجتماع القادم، تعال ترقص انت لجنه مصغره وبلش اشتغل. اما كل مره انت بتحكي هذا المسلسل التركي دعي اكثر من مره لم يحضر المهنيين لم يحضر. غابوا لانهم لا يملكون الخرائط، غابوا عن الاجتماعات. احنا شاطرين بالشعارات الكبيره. انا شو بدي اقرا عليك اخوان لو سمحت. اسمعني اسمعوني اخوان وفاء لو سمحت يا الله يخليك، مره واحده مش اسف. انا بدي اقتنع، انا بدي اقتنع اقتراح علشان احنا كل الاتهامات واحد لثاني. استنى لو سمحتوا، انا بقترح اقامه لجنه مصغره. اسا اللجنه المصغره تيجي قبل اجتماع اللجنه الشعبيه تقول بدنا نبحث واحد اثنين ثلاثه، تعال يا مازن غنايم ادعي الاجسام المهنيه، ان كان اليوم الهندسي، ان كان اليوم المستشار القضائي، ان كان الصحه، كل هاي الامور. اما بلاش نيجي نحكي هقول لكم انا بدي اقول لكم شيء واحد، مش انتم مليتوا باللجنه الشعبيه، انا تعبت من اللجنه الشعبيه، لانه احنا بنيجي نحكي بنتهم بعض، وكل واحد له غايه، وكل واحد له انتماء، وبالتالي بتدفع الثمن سخنين. علشان هيك انا ان شاء الله احط كب لهذا مسلسل الاتهامات. تعالوا تنتفي من اسا على اقامه لجنه مصغره وترأس انت يا ابو مجدي. قل لي انا في الاجتماع القادم بدي منزل بلديه. انا اعتذر لانه ممنوع انك تعطي شرعيه لناس مقصرين. لما يدعى لما المهنيين يدعوا اول مره وثاني مره وثالث مره وبجوش بس ما دعيناش. ما دعيناش يا زلمه. ما نستسلمش لانه في النهايه هذا يعني في النهايه نجاح قضايا اراضي يتطلب جهد شعبي، يتطلب جهد شعبي. الحكومه اكيد مش الآن كثير في مصلحة سخنين، بالعكس قديش تقدر تنهش أراضي وقديش تقدر تأكل أراضي وقديش تقدر تصدر أراضي. مدينة ضد العنف أو عير اللغة لموت. يعني فحصنا الموضوع، هذا الـ 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 هذا المشروع ممكن يكون مليح وممكن يكون سيء. مين مموله؟ لأنه ممكن مصدر طحون لبنان، لأنه ممكن يكون مدخل للشرطة الجماهيرية والخدمة المدنية ودخول الشرطة وتطبيع العلاقة مع الشرطة مع كلها. هي هي كلها في هذا المجال لا يكفي. اذا ابو محمد راح لحاله لا يكفي، بدك عمل جماعي قوي ضد هذول الاشخاص. شغله ثانيه بالنسبه للجنه الشعبيه، انا مع ان تكون لجنه شعبيه غير متقلبه، ولكن في انا بدي اطلب من المسؤولين على اللجنه الشعبيه انه يكون هناك في شرط بحيث ان اللجنه الشعبيه تشمل اعضاء البلديه، رئيس البلديه، المختصين في البلديه نفسها من الموظفين ومختصين من خارج البلدية حتى يكون في توافق. أنا طلب ولكن ما بحكم. أنا طلب ولكن الاقتراح اللي اقترحته وفاء، أنا اقتراحي كالتالي. إحنا نعرف إنه في إشكالية في قضية المعاشات في البلدية، وأنا واحد من الأشخاص اللي شفت موظفين ذات إنتاجية عالية جدا مع معاش واطي، وموظفين ذات إنتاجية قليلة جدا مع معاش. انا عندي اقتراح
اللي بتقاضوا المعاشات العالية خلوا الصافي في البنك عندهم ثابت، الإقطاعية تبعتهم تكون من اللي بروح للضريبة للدولي وبتعين 4-5 بالضبط. ولكن يا أخوان بالنسبة للي بيصير في الشارع عندنا في كل المدن اليهودية، في عندنا شوارع أحسن من الشارع الموجود عندنا وأطول من ناحية، بصيرش هاي السرعات اللي بصير. فعشان هيك يا اخوان المشكله يا استاذ سعيد، المشكله مش بالشارع الرئيسي، المشكله باولادنا، المشكله بالتربيه. احنا اليوم مش مشكله الشارع الرئيسي، طلعت شيك بوست. انا مش مرتاح الديناميكا من التفاعل اللي بصير هون. قضيه العنف، انتوا بتنسوا شغله واحد، انه بعد ما راحت الارض الدوله قضيه يا سامي انت مختص السنوات القريبة تفتيت المجتمع الفلسطيني في الداخل قضايا العنف. واللي بيفكر حاله انه يعني الدولة بتخططش، الدولة عمليا بتخطط. انا سمعت باحثين يهود يساريين الى مبابي من الحزب من جبهة واخرين وباحثين عرب، تفتيت الجماهير العربية في المستقبل هو قضايا العنف. واللي بيعتقد انه في حبوب سحرية نعملها، فيش حبوب سحرية بس بنعملها. قبل سنة كلاتنا متجمعين، الرئيس قعد مع ما يسمى عند الجنوح وأنا قعدت معه، صاروا الرئيس وغزال حميد قاعدين وين؟ مع العبرانيين، واشترك أوجدها في قاعدة ما القاعدة في طهو معين في البلد، حاورناها خاطبناها يعني حاولنا نقول في عندكم نوايا منيحة، انتوا صعب بيوت مع جذور مع أهل مع اسم مع صورة، والإشي عمليا ساعد وكلاتكم ساعد، مين ما ساعدش انه وقف عمليا لحد معين قضايا العنف. أنا بطالب مسعود للعرب في إسرائيل عمليا في الداخل عند اليهود في القرى والمدن 4 أضعاف في شرطة، مظبوط ولا لا؟ هذا مطالبة من جهتك مع قضايا العرب إنه يكون تخصيص لنا أكثر شرطة. الشغل الثاني اقترح الرئيس قضية العكس لا حتى لو كان شرطة معنية بهذا الشغل الثاني بعد سمعك حتى لو بعد سمعك الشغل الثاني إحنا قبل أسبوعين ثلاثة الرئيس توجه للقائد قال له بصرش على تحرير مخالفات، اللي احنا مش ضد المخالفات بس بتجيب 5 سيارات وين السيليكون بالليل وتعمل هيصة وفي قضايا اهم اللي انت عمليا ايش تتدخلش فيها. احنا كان تجربة مع النفاكين، احنا نروح على النفاكين مش رح نقول له يا خواجة، اذا رحنا على النفاكين مش رح نقول له يا خواجة ولا رح نقول له عمليا يعني تعال ايش اعملنا معروفية، احنا بنروح نحمله، احنا مواطنين وفينا الشرطة كمان دور. قضية الأرض بدي أقول أهدي الجملة معينة بدي أقولها طلع إحنا مرينا تجارب عديدة في صراع الأرض، إحنا نقاط ضعف ومن كان منكم بلا خطيئة فليرجمها، أخطأنا في قضايا الأرض كان عندنا نقاط قوة. بلدنا اليوم بتعيش إذا في عكيف أو حفيق بعد شوية المصطلحات احتضان إلى آخره لم يتبقى لنا بلد، جبل الفضلي بنادي الشكاية بتنادي، خلت صخر بنادي، مرسان عمليا بنادي. إخوان إحنا لا تكون سياستنا بهذا الشكل. أنا كان لي نقد على البلدية ب98 وقلت بقول لحد اليوم ومش ضد، لما بديت ب98 على المخيم العسكري غربي البلد بديت عمليا من نقطة فيها تنازل. تعالوا الآن نقول نقطة ألف إحنا ضد العكيف، إحنا ضد العكيف بس بداش أنا في شغلي، أنا ببدأ من نقطة سي بخسر سي، ببدا من ايه بديش على الشارع ممكن اصل لسي، وهذه استفاده ليس لا سمح الله تذنيب شخص او بلديه او رئيس او حدا، ولكن يجب ان ندير صراع الارض بقضايا نستفيد من قضايا صراع الارض. احنا اضرنا صراع الارض غلط في قسم منا، وانا اقول بالتحديد في قضيه المخيم العسكري. قضيه المخيم العسكري لمن احنا اضرناه غلط، النتيجه كان غلط. اليوم مطلوب نقول مديا، مطلوب نقول اليوم احنا بدناش حقيقة. لو تعالوا حتى قضية سخنين، تعرفوا قضية سخنين، إذا بنقول إذا في عكيف وفي حفيق، أكم ألف دنم بيطلع شمال عكيف؟ 3000 دنم، اللي رجع بال 84 على زمان أبو سليم محمد غنايم، إحنا بنحكي يعني زمنياً، لكل إنسان دوره، لكل إنسان احترامه وعمله، إذا إحنا اليوم حمينا العكيف 3000 دنم رجعونا رفع عليه الأوت، يعني عملنا انتهينا، أنا بعتقد إنه إحنا واجبنا نقول لا بدنا حفيق ولا بخلي صخر وبير المي، بلدنا لازم قدام الوزارات نقول شغله واحده، تعالوا اعملوا بعدات حكره للبلد. سخنين بحاجه لبعدات حكره مسعود. بدنا ندفع الثمن زي باقي الجمله العربيه. يعني ايش احنا اليوم نتقاتل على قضايا؟ ما ضلش ارض. ما ضلش. طيب يعطيك العافيه.